بينما تتباهى إسرائيل بقبتها الحديدية وتتوعد بمحو إيران بطائرتها الشبحية F-35 أداء، تظهر في الأفق أذرع صاروخية قاتلة تخرج من تحت الركام ومن وسط الحصار. وفي ظل العقوبات الدولية المفروضة، تكشف إيران الستار عن منظومة دفاع جوي قاتلة للطائرة الشبحية الإسرائيلية، وتضاهي في قدراتها S-400 الروسية، منظومة جديدة تزيح الصانعين التقليديين من الصدارة. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد، نكشف لك حكاية واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوية حول العالم، خرداد 15. ما هي منظومة خرداد التي تخشاها إسرائيل؟ خرداد 15 هي الجيل الأحدث من منظومات الدفاع الجوي والتشويش والرادار الإيرانية. بدأ العمل في مشروعها قبل نحو 20 عاماً، ودخلت الخدمة في العام 2019. هي إحدى المنظومات الدفاعية متوسطة المدى القادرة على اكتشاف الطائرة الشبحية والاشتباك معها والتشويش على أحدث أنظمة الرادار الجوي والطائرات المسيرة. المنظومة، وبحسب قدراتها وتسليحها، تعتبر الأخطر عالمياً في فئة المنظومات متوسطة المدى، وعادة ما يتم تصنيف المنظومات التي تتسلح بصواريخ مداها أقل من 99 كيلومتر في هذه القائمة، إلا أن المنظومة الإيرانية كسرت هذه القاعدة في مدى الرؤية الرادارية ومدى الصاروخ وحجمه وسرعته. لكنها لا ترقى لدرجة منظومات الحماية والدفاع بعيدة المدى، وإليكم بعض التفاصيل. كيف تصطاد خرداد الطائرات الإسرائيلية؟ تتسلح المنظومة بشكل أساسي بصاروخ الصياد 3، وهو صاروخ ينتمي للجيل الثالث من أسلحة الدفاع الجوي الإيرانية صياد، ويتمتع بثلاثة أنماط من التوجيه بالرادار النشط ونصف النشط وبالأشعة ما تحت الحمراء. يمكنه إصابة الأهداف في مدى 120 كيلومتر وارتفاع 27 كيلومتر، وبسرعة تصل إلى 4.5 ماخ، أي ما يعادل نحو 5500 كيلومتر في الساعة. ومن أهم خصائص صاروخ صياد 3 هو امتلاكه مدى فعالا يصل إلى 120 كيلومتر. وقد صمم صاروخ صياد 3 وفقا لآخر التقنيات المتبعة حديثا، وهو قادر على التعامل مع مختلف أنواع التهديدات كالمقاتلات الحربية التي تستطيع التخفي عن الرادار، ومنها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز والمروحيات، ومختلف أصناف الطائرات الحديثة التي تستطيع المناورة على ارتفاع عال وبسرعات كبيرة. ويمتلك صاروخ صياد 3 إمكانية التوجيه المركب، وهو مجهز بوسائل بحث فعالة وشبه فعالة، وكذلك وسائل بحث بالأشعة ما دون الحمراء، وله قدرات متطورة للتعامل مع مختلف أصناف الحرب الإلكترونية، إذ لا يمكن التأثير عليه عبر الإشعاع أو التشويش، كما لا يمكن اختراق تشفير راداره. عيون خرداد لا يمكن الهرب منها. تكشف منظومة خرداد عن أهدافها بواسطة رادار أرش، وهو رادار تم تطويره من الرادار الروسي P-47 والمستخدم في منظومات S-200A الروسية. يبلغ مدى الرؤية فيه نحو 160 كيلومترا، وهو قادر على كشف 24 هدف في آن واحد وتتبعها جميعها وكشف هوياتها وبياناتها. وهو أشبه بنظام إنذار مبكر للمنظومة، حيث يمكن للطاقم إجراء تكتيكات معينة والترصد للأهداف إلى حين اقترابها من دائرة التصويب ثم تدميرها. كما يقوم هذا الرادار بتوجيه الصواريخ وتتبع مسارها حتى تصيب هدفها بدقة وسرعة عالية للغاية، إضافة لقدرته على إجراء عمليات المسح بزاوية 360 درجة كل ثانيتين، أو بنطاق 180 درجة موجهة كل ثانية واحدة. وقالت وكالة الصناعات الفضائية الإيرانية إن رادار أرش نجح في اكتشاف طائرة شبحية ضمن نطاق 50 كيلومتر، وتمكن من اكتشاف صواريخ كروز من مسافة 155 كيلومتر، واستطاع التشويش على أنظمة صواريخ باليستية معقدة. كما نجح في التشويش على 80% من أنظمة الطيران المفتوحة والمغلقة كالمستخدمة في الطائرات المسيرة. ويعمل رادار أرش في طور واحد كرادار سلبي، حيث يتوقف عن بث أي إشارات وكأن المنظومة مغلقة، مما يعيق اكتشافها.
في حين يعمل رادار صفيف مرحلي متغير المحاور على رصد أي إشارات رادارية، ويعتقد أن هذه الطريقة التي يتم فيها اكتشاف الطائرات الشبحية وتحديد مواقعها وسرعتها واتجاهها وارتفاعها بحسب قوة ونوع ومسار إشارات راداراتها التي يستقبلها أراش. الإضافات التقنية: تمتلك خرداد عدة أنظمة تشغيل وتحكم وتتبع، كنظام الوحدة الكهروضوئية ثنائية القناة مع آلية تتبع الهدف الأوتوماتيكية، مما يتيح إجراء عمليات قتالية في الليل وفي حالة الطقس السيء وفي حالات تعسر الرؤية الشعاعية، ويتم ذلك في وقت واحد في قناتين سلبيتين، مما يزيد من فعالية استخدام منظومة الصواريخ المضادة للطائرات. وعلى غرار منظومة S-400 الروسية، تمتلك خرداد تقنية تحديد المدى بالليزر، مما يوفر للطاقم دقة في تحديد توقيت الإطلاق على الهدف. وهذا النظام بالتحديد ساهم برفع كفاءة المنظومة بنسبة 25% من حيث المدى والدقة. كما تم إدراج كمبيوترات لتحليل البيانات مع شاشات عرض رقمية تتيح للطاقم تحديد نوع وحجم وسرعة ونطاق واتجاه الهدف بشكل دقيق للغاية. وهذه الإضافة انعكست أثارها على رفع دقة الإصابة وتمييز الأهداف العدو والصديق. والابتكار الإيراني المضاف في كافة الأنظمة السابقة هو إمكانية تشغيلها على بطاريات ومدخرات طاقة مدمجة في هيكل المنظومة تتم تغذيتها وشحنها بواسطة محرك الشاحنة الحاملة، أي إن المنظومة لا تتطلب تشغيل المركبات بشكل دائم ولا تحتاج لمولدات كهربائية خارجية. كيف يتم تشغيل خرداد؟ تم تجهيز المنظومة هندسيا لتكون قابلة للتركيب على الشاحنات الكبيرة مثل شاحنات زولانغ إيرانية صنع، والتي تأتي بثلاثة محاور ورباعية الدفع، والتي بوسعها عبور المناطق شديدة الوعورة والأنهار حتى عمق 1.5 متر وبسرعات تصل إلى 60 كم في الساعة. تحتاج المنظومة لشاحنتين، الأولى لحمل المنظومة الصاروخية المؤلفة من 4 صوامع إطلاق، والثانية لحمل الرادار، ويتم ربط الشاحنتين ببعضهما البعض بواسطة كابل داتا، ومن الممكن توصيل المنظومة بالرادار عبر معدات لاسلكية عالية التشفير. خرداد في مواجهة إسرائيل. تعتبر إسرائيل العدو الأول لإيران، أو هكذا يبدو، وساحة المعركة بينهما هي الأراضي السورية. في 18 من فبراير شباط الحالي، نفذت 4 طائرات إسرائيلية من طراز F-16 غارات جوية على العاصمة دمشق ومحيطها، وكانت الضربة الرئيسية في حي كفرسوس الدمشقية على بعد أقل من 2 كم من قصر بشار الأسد. هذه الضربة استهدفت اجتماعا لخبراء ومهندسين من الحرس الثورية وحزب الله اللبناني والجيش السوري داخل ورشة هندسية تحت الأرض، وأدت لمقتل وجرح معظم المتواجدين وتدمير الورشة الفنية بالكامل. وعقب 2 من الحادثة، صرحت إيران أنها ستنقل خرداد 15 إلى سوريا للحد من الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف غالباً شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي ترسلها إيران إلى قواتها في سوريا أو جنوب لبنان. في الختام، لا يمكن الحكم عن فعالية المنظومة بمجرد النقل عن وسائل الإعلام الإيرانية، فقبل 6 أشهر نقلت إيران منظومتي بافار 373 إلى سوريا، إحداها في محيط العاصمة دمشق والأخرى بالقرب من الحدود اللبنانية، وقالت إن منظومة بافار كفيلة بسد النقص الذي أوجدته روسيا بعد سحب منظومات S-300 الروسية، وأضافت إيران بأن منظومتها بافار أفضل وأقوى من S-400. وعلى الرغم من ذلك كله، فقد قصفت إسرائيل مطار دمشق 10 مرات ودمرت 1 مدرجاته بالكامل، وقصفت أكثر من 11 موقعا عسكريا في العاصمة السورية و6 مواقع في محافظات أخرى، دون أن تتمكن بافار من ردع أي من تلك الهجمات أو إصابة طائرة إسرائيلية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات خرداد 15؟ وبرأيك، هل تستطيع مواجهة الطائرات الإسرائيلية أم أنها مثل سابقتها؟ أخبرنا في التعليقات.